مكتوب زاد جمالك زينة يا المحبوب. شوف عيني الحبيب شوف عيني الحبيب مرة ورأيت صدره في كل البنات أنا ما بشوف قدره. نعود للتواصل معكم من جديد مشاهدينا الكرام، وفي فقرتنا الأولى نتحدث عن منظمة ظلال الرحمة واستعدادها للشهر الكريم في تقديم للحقيبة الرمضانية لعدد من الأسر المتعففة. هذه المنظمة التي بدأت نشاطها من داخل جامعة الخرطوم ثم توسعت